السلعه ها هو الرد انا كرك دي ناكلوا على راسنا حنا غير مع البرك الساسه نتاع الشفاره وما كاين والو هو كاين اليوم غير اللي ما بغاش يعيش عطي الشاب ياكل اولدي هذه الشيبه من حل البراد هذا اللقاح من الشيطان والشيطان في الراس هذا المنس هذا للراس هذا غير الشرب وهكذا من الشيطان يقولوا له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشوفون كانت واجدنا في السوق الأسبوعي يوم الثلاثاء مدينة بركة. إن شاء الله غادي ندير واحد الجولة داخل السوق ديال الخضار وكل شيء فواكه ونجيبوا الأثمنة نجيبوا لكم الأثمنة وتبعوا معنا الأثمنة فين وصلنا هذه الأيام هذه واش طاحت ولا ودت ولا زادت في الأسعار. إن شاء الله عيشوا معنا هذه الأجواء وتسوقوا معنا حتى أنتم وتعرفوا الأثمنة ديال هذا السوق إن شاء الله. ها هو الرودان كرك دي ناكلوا على راسنا حنا غير مع البرك الساسه نتاع الشفاره وما كاين والو ها انتم اديو المهمه للرودان كيديو المهمه ديالهم زعما الصراحه كيخدموا تما لا عندهم هنا ها انتم كتشوفوا تما لا عندهم هنا في هذا البرك هذا ومقابلين البرك زعما عندهم الامن زعما الصراحه اللي جا الموبيله ديالو هنا راه ما يخافش على الموبيله ديالو كامل عند السيد ميلود هنا بيع العطور هو السيد ميلود هنا اللي كيبيع العطور هنا وشو السيد ميلود هنا اللي راه يبيع العطور ها هو والمود اليابسه كيما راكم تشوفوا هنايا ها السيد ميلود عطينا الاثمنه رواه ولا كمل مع المره الاول هذا الفول ها الجلبان ها العدس ها الروز ها الذره قهوه جبان حمص غادي يجي يعطينا الأثمنة إن شاء الله بحول الله سيد ميلود باع العطور اللي بغى العطور يجي هنايا اللي بغى يطحن كل شيء كاين هنا الثمن مناسب خير كاين شكرا لسيدي حيدر ها هو السيد ميلود معروف في السوق هنا ومعروف في حي بوهديله اللي بغى يجي لبوهديله يجي عنده استلف الكيلو عندك شي حرف في الركبه يعني العدد ديال العظام يعني يعني العظام ديال 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 كيما قلتي القرقاس 700 دور كيما قلتي هادي شحال طحن لي كم ثمن يا المغرب؟ 50 درهم حاجة زينة روح عمر ب 4.5 شحال عندك هنا خويا؟ كاين 3000 ديال ليدس 2200 ديال لومي 5000 ديال لومي شحال دارت اللفت؟ 6 درهم 6 درهم بارك الله اللفتها بحال بحال وياك كيف كيف بحال بحال كيف كيف 7 درهم هذه 7 والاخرى 6 7 درهم 6 درهم الشلبان الشلبان ها انتم صرف فيها 3 درهم الفول شحال ديال الفول؟ 10 درهم 10 درهم 240 240 الحرور
هذا 17 درهم 17 16 درهم 16 تبارك الله عندك عندك تاع ثلاث سيفت نعاودك السلعة عزيز السلعة شحال ديال الفول؟ الفول 10 درهم عزيز 200 زروديه؟ زروديه 60 والسلعة عزيز السلعة شحال الرخاء؟ لا كاين شي رخاء ايوا المروة خويا المروة 200 الحاج 200 هاي باور
كيلو كيلو القرعه شدرت هالقرعه الطعام كسكس الكيلو تبارك الله كاين شي رخا هاد النهار ياك بطاطيك طماطي شراها وديت شويه الثمن ديالها 8 درهم راه كندير 13 درهم كمان شويه بعدا سكان لاباس سيحي شي كيفاش كتشوف هذه 120 هذه البطاطا الحمراء ها راه هذه سميتها المنياتو البطاطا الحمراء حلوه هذه 6 درهم اعطيهم يا شيخ درس رضيه حضر شيخ درس معايا اليوم 80 اليوم كاين شويه المروه كاين شويه المروه ياك اليوم كاين شويه الدار الحمد لله كاين شويه رخا الزروجه فين وصلت خزي 500 درهم لا ورقه لا ورقه موسكا كاين شويه الاسعار شويه هاو ديالك انا اليوم ما تشد راه غير 160 واحد ديمان ويشار واحد ديمان بطاطا 100 درهم المليحه 120 ما يمكنش شويه مليحه لا تبارك الله الله يسلمك الحمد لله غير واحد الربيه ديال الشتاء ان شاء الله يرحمنا الله الله يرحمنا ماشي مشي على حسابه ان شاء الله بحال كلاوي بيع يحيى الدراويش يلا المروه كاينه اليوم غير اللي ما بغاش يعيش عطي الشاب ياكل اولدي وراو هاراو كاينه المروه كاينه كامل بعدا كامل اليوم كاين شويه الوصله ديال الورقه شحال دارت الوصله؟ الوصله غير 7 دراهم 7 دراهم وي بطاطا شحال دارت؟ 6 دراهم شحال دارت البطرة؟ 120 ماشي مشكل اثمنه طالع بزاف شويه ياك وكاين يقول لك راه كاين الرخا كاين اللي يقول لا ما كاين لا الرخا لا والو الثمن راه غاليه وت ياك بلا هو بطاطا راه رخيصه بطاطا 6 درهم 6 درهم عمده على البطاطا عمده على البطاطا عمده على البطاطا ماشي على البطاطا والمصلح والمطيشه والمطيشه تود المطيشه ان شاء الله ان شاء الله بحول ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله ان شاء الله بحول نمجدوا الحكومه والحمد لله الحمد لله وصافي 20 ان شاء الله بحول ان شاء الله 6 درهم الجبان الجبان ياك 15 في الشعره 17 الحروق الحرار 8 درهم 8 درهم وهذا برانيا 7 درهم الشفلو 5 درهم القرعة 10 درهم 10 درهم شعرة 48 ما غاديش يجي يمكن يمشي في الطوبيس راه خويا قرني 10 درهم 10 درهم قرني 160 8 درهم 8 درهم 8 درهم بخير شحال داير هنا الأعشاب العشب هذا مليلس 5 دراهم مليلس وهذا الشيح الشيح هذا فليو فليو هذا فاضيس شحال داير هذا فاضيس هذا 5 دراهم حتى هو مليح للمعده والنصران نصران ياك هذا نيشان هذا مليلس مليح فقر الدم ابو صفير الشيح مليح للسكر تبارك الله اللي فيه السكر فليو مليح للغاز سميتو فليو مانتا تبارك الله هذه الخزامة خزامة مليحة للكرش والمعدة هذه الشيبة مليحة للبراد البراد هذا القاح المنشطات والشيطات هذا المنس هذا للراس هذا غير الشرب وهكذا منشطات يقولوا له يقولوا بحال تاي بحال النعناع ايوه هذه ملويزة مليحة للعصاب اللي يتعصب تبارك الله وهذا النعناع تاع البراد الله يسهل هذه ملويزة اليابسة يا سلام بارك الله فيك زين الحالة عطينا شي رويان في مقترب لا عطينا الشتاء الشتاء باش ديالنا الفول والجلبانه الله يحفظك اه الله يحفظك
مع الاعشاب يجي هنا كيسميت بعدين رمضان عبد الوهاب سعد رمضان يجي السوق هنايا الاعشاب عنده اللي بغيتو اللي بغيتو الثمن مناسبه هو مليحه كاين كاين من الريوة عاود فيها واحد الدواء قديم من الريوة زينه هذه المخينزه مليحه للراس والسخانه داو بها الكبار الصغار هذا مليح للشعر هذا الشعر العشبه هذه مليحه للشعر الشعر هذه زيد الشعر يديرها مع الحنه هو ايوا هذه هي على سلامتك الله يسلمك والخرش في مليح للقرط تاع العجل العجل الخرش في هذا الله يعطيك الخير مازال بالنسبه للشعر دار بس 6 دراهم 6 دراهم وهذا الكرمات داير داير وسمين وثلاث جبال زرون ياسمين الوسكار وسكار وسكار عندو شي يسمي عندوك كما تشوفوا هنا هذه هنا انواع التمور اللي راكم تشوفوا هنا انواع التمور كل وحده والثمن ديالها واللي كتواجد في السوق الاسبوعي ديال مدينه بركان يعني فيها الجوده الصراحه وفيها الانواع ديال التمور فيها الانواع بزاف اللي مارك بزاف كما راكم تشوفوا هنا انواع ديال التمور وجوده وباثمنه مناسبه يعني ماشي شي غاليه بزاف ان شاء الله بحول الله نتمنى يكون عجبكم الفيديو وتكونوا سوقتوا معنا حتى نتوما وعرفتوا الاثمنه ديال الخضار والفواكه وان شاء الله كل مره كل واحد واش كيكون كاين تخفيض في شي حوايج وكاين شي حاجه زايده باقي غاليه وان شاء الله الا كانت الشتاء ان شاء الله غادي تكون الخضر غادي تنخفض بزاف ان شاء الله بحول الله يرحمنا وصافي ونتمنى يكون عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه وتعطيونا لايك وبارطاجيو باش يبقى يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله بحول الله والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله اعزائي الكرام.